سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نشرة الأخبار من شعوايز نبدأها بأهم العنوانات. جموع الزائرين تحيي في محافظة واسط ذكرى استشهاد حليف القرآن سعيد بن جبير رضوان الله عليه. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية تؤكد أن البحرين تقمع باستمرار القادة ورجال الدين الشيعة. والأمم المتحدة تحذر من أن ملايين الرجال والنساء والأطفال في اليمن يواجهون مجاعة كارثية. أهلا بكم والتفصيلات. توجه أهالي مدينة كربلاء المقدسة في موكب عزاء موحد إلى محافظة واسط إلى جانب المئات من أتباع أهل البيت عليهم السلام لإحياء ذكرى استشهاد التابعي الجليل سعيد بن جبير رضوان الله عليه، مستذكرين أدواره التاريخية ومواقفه المشرفة على طريق نصرة آل المصطفى الأطهار، حيث وصل موكب أهالي كربلاء أمس الأربعاء لتقديم التعازي مستذكرين مواقف هذا الرجل الإمامي المعطاء وحليف القرآن وناصر النبي صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة. أطلقت مؤسسة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الثقافية الخيرية التابعة للمرجعية الشيرازية في مدينة كربلاء المقدسة حملة مساعدات للعوائل الأيتام والمتعففين، وتأتي الحملة بمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وذكرى حفيده الإمام الصادق عليه السلام. وقال مسؤول المؤسسة حجة الإسلام الشيخ علي المجاهد أن مؤسسة السيدة فاطمة الزهراء تسعى إلى تقديم أفضل وأحسن الخدمات لعوائل الأيتام والعوائل المتعففة، مؤكدة أن الحملة شملت عددا كبيرا من العوائل. دعا السياسي العراقي وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي القادة السياسيين ورجال الفكر والدين في العالم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة بتشريع قانون يجرم الإساءة لأي شخصية دينية مقدسة لدى أي من الشعوب الإسلامية في العالم، وبالذات مقام الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. وقال بيان لعلاوي أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من أوائل الداعين إلى وضع أسس العدالة والمساواة بين أبناء الجنس البشري ورفض العنف والتمييز على أساس الجنس واللون والعرق واللغة والدين، مضيفا أن تشريع مثل هذه القوانين سيخفف من حالات العنف والكراهية التي انتشرت في العالم تحت مسميات حرية الرأي والتعبير، كما سيوفر الأرضية المناسبة للتقريب بين أبناء الجنس البشري لما فيه خير البشرية جمعاء، لافتا إلى أن التهجم والإساءة للمقدسات لا يقع تحت خانة حرية الرأي، بل على العكس يفاقم أجواء العداء ويؤدي إلى تعميق حالات العنف والكراهية في العالم. أكدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن المملكة تطور استراتيجيتها في التبييض للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تقمع باستمرار القادة ورجال الدين الشيعة. وقالت المنظمة في بيان أنه مرت 9 سنوات منذ خروج الشعب البحريني إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان. منذ ذلك الحين كان التقدم الوحيد الذي حققته حكومة البحرين هو تطوير استراتيجيات التبييض من خلال هيئات الرقابة الزائفة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. استثمرت الأسرة الحاكمة البحرينية بشكل كبير في إخفاء الواقع الوحشي لحالة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك ادعاءات مثبتة بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن المحتوى المعروض على منصات الأنترنت التابعة لوزارة الداخلية يصور رواية خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع. تشهد بريطانيا تواصل أعمال أسبوع التقريب بين الأديان الذي انطلق يوم الأحد الماضي وتستمر فعالياته لغاية 15 نوفمبر الجاري،
وبالتزامن مع بداية أسبوع التقريب بين الأديان في المملكة المتحدة، بدأ برنامج مشترك بين الكنائس والمساجد في المملكة المتحدة بالتركيز على الحوار البناء. ويجمع البرنامج الذي يتم تجريبه حاليا قادة المساجد والكنائس معا في سلسلة من جلسات النقاش عبر الانترنت بين رجال الدين المسيحيين والدعاة المسلمين وأئمة المساجد والقادة العلمانيين وغيرهم لتعزيز الصداقة والتفاهم بين الأديان. هذا وتشارك حاليا حوالي 20 كنيسة ومسجدا في هذا البرنامج الحواري. حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين الرجال والنساء والأطفال اليمنيين معرضون لمجاعة كارثية. وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: نحن الآن في عد تنازلي لكارثة، وصلنا إلى ذلك من قبل وقرعنا جرس الإنذار حينها، مضيفا أنه إذا اخترنا غض الطرف فلا شك أن اليمن سيهوي إلى مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة. وكان مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك قد حذر في أواخر 2017 من أن اليمن سيواجه أكبر مجاعة في العالم منذ عقود طويلة مع وجود ملايين الضحايا. تحول ملعب كرة قدم في قرية شمال موزمبيق إلى ساحة إعدام، حيث ذبح عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي عشرات الأشخاص. وقالت مصادر إعلامية إن الإرهابيين قتلوا أكثر من 50 شخصا وقطعوا رؤوسهم وجثثهم في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات المروعة بمقاطعة كابو ديلغادو شمال البلاد منذ عام 2017. وقتل في أعمال العنف بالمنطقة نحو 2000 شخص، فيما شرد ما يقارب من نصف مليون ساكن من جراء الصراع الدائر. هذا وأفادت وكالة أنباء موزمبيق الحكومية أن مجموعة من المسلحين نفذت هجوما وحشيا على قرية أمواتيد، حيث قطعوا رؤوس العشرات، فيما تطالب حكومة موزمبيق بمساعدة دولية لكبح تمرد الإرهاب، قائلة أن قواتها بحاجة إلى تدريب متخصص وغير قادرة على مواجهتهم. قتل 8 أشخاص في أفغانستان بينهم 4 عناصر أمن و4 نساء إثر 3 هجمات في مناطق متفرقة من البلاد. وأفادت مديرية الأمن الأفغانية في بيان أن انفجارا بواسطة عبوة ناسفة وقع في العاصمة كابول، ما أدى إلى مقتل 2 من عناصر الأمن وإصابة عنصر ثالث بجروح، مضيفا أنه أسفر هجوم ثاني في منطقة كالاي وزير التابعة لكابول عن مقتل جنديين 2، كما أدى هجوم بقنبلة صاروخية في ولاية قندهار جنوب البلاد عن مقتل 4 نساء. نهاية النشرة، تذكير بأهم العنوانات. جموع الزائرين تحيي في محافظة واسط ذكرى استشهاد حليف القرآن سعيد بن جبير رضوان الله عليه. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية تؤكد أن البحرين تقمع باستمرار القادة ورجال الدين الشيعة. الأمم المتحدة تحذر من أن ملايين الرجال والنساء والأطفال في اليمن يواجهون مجاعة كارثية. ختام النشرة، شكرا لكرم المتابعة، اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.